إذا خلينا نروح لمحطة جديدة معك. هي حديث العصر خلينا نقول سلمى، التكنولوجيا والتطور التكنولوجي شو عم بيصير اليوم بالشركات الكبرى وأحدث هاي الشركات اللي عم تتسابق للذكاء الاصطناعي وتتسابق يمكن حتى تنافس الدماغ البشرية. وحديثا سلمى مثل ما سمعنا شريحة صغيرة عم تنزرع بالدماغ البشري، شو الفائدة منها وشو هو التطور التكنولوجي الكتير كبير اللي عم يصير اليوم بمختلف أنحاء العالم؟ رح نتعرف على هذا الموضوع بالتفصيل مع الأستاذ المهندس طارق الساطي، مدرس جامعة وعضو إدارة منتدى شركات المعلوماتية السورية. أستاذ لي صباحك أستاذ. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. خلينا نبلش مع حضرتك أستاذ طارق، يعني الذكاء الاصطناعي اليوم تخطى حدود العقل للبشر وصار في كثير تطورات بمجالات متعددة طبية وتعليمية وغيرها، آخر التطورات إذا فينا نقول بهالمجال؟ يعني التطورات بهالمجالات بهالمجال عم تتسارع كل يوم. الشركات الكبرى عم تستثمر مليارات بمواضيع الذكاء الصناعي لانه هي فعلا خلينا نقول الموضه هلا والمستقبل تماما. فيعني احد تصريحات الملياردير ايلون ماسك قال انه خلال يعني بنهايه 2026 ممكن الذكاء الصناعي يوصل لمستوى اعلى من اذكى من اذكى اي انسان. هل هذا الشيء ممكن؟ ممكن طبعا. هو الذكاء يعني خلينا نقول بيكون محدد ب يعني ذكاء مثلا اذكى من البشر بمجال معين. كمان التطورات اللي شفناها واللي شهدناها هي زرع الشريحه بالدماغ البشري. طبعا يعني عمليه زراعه الشريحه كانت عمليه كثير معقده لانه فعليا نحن عم نربط اشياء الكترونيه مع نسج عصبيه. يعني بعد ما اخذوا الموافقه حسنوا يزرعوا الشريحه. طبعا اهداف الشريحه كانت هي عمليه اول شيء قراءه معطيات من الدماغ، ممكن يكون الى اهداف مثلا في نقص مرض عصبي معين، نقص بالسمع او اشياء محدده. هي الشريحه تم زراعتها فعلا وكانت النتائج ب يعني نتائج بعد زراعه هي الشريحه وحسب تصريحات الشركات الكبيره انه كانت النتائج كويسه ومستقبلها رح يكون واعد. اليوم كمان يعني من اخبار التكنولوجيا فينا نشوف الشركات العملاقه مثل شركه فيسبوك ميتا اليوم نزلت تطورات مثلا على الواتساب خاصه لمستخدمين امريكا، انه نحن بنكتب وصف بالرساله ممكن تطلع لي يولد لي صور. وطبعا اليوم المواقع كثير عم تتنافس بهذا المجال، مجال توليد الصور. يعني انا من خلال وصف بسيط ممكن اني ولد هي الصوره، وبحال اني انا غيرت هذا الوصف ممكن حتى الصوره كلها تتغير بشكل كامل. شركات مو فقط شركات خلينا نقول السوفت وير هي اللي عم تتنافس بهذا الموضوع، شركات الهاردوير لانه حتى الادوات او السيرفرات او الكمبيوترات المستخدمه لتوليد هالاشياء اللي عم نشوفها ان كان صور ولا ان كان فيديوهات ولا ان كان حتى اصوات. اليوم عم نشوف كثير اصوات عم تتولد بالذكاء الصناعي، هي بحاجه ل خلينا نقول بروسيسنج باور كثير عالي، يعني معالجات جدا جباره بتصرف طاقه كثير كبيره. فبالتالي حتى الشركات اللي هي عم تشتغل بالهاردوير كل يوم عم تتنافس باصدارات بالهاردوير قادره تخدم التطور اللي حاصل بالذكاء الاصطناعي. ففعليا يعني الشركات كلها عم تستثمر استثمارات جدا هائله بهذا المجال. نعم استاذ، دائما نحن نسمع عن الملكيه الفكريه، اليوم كيف فينا نحافظ على انتاجيه العقل البشري وحقوق الملكيه الفكريه بين ما ينتجه العقل البشري وما ينتجه الذكاء الاصطناعي؟ هلا الحقيقه يعني هذا موضوع كان كثير يعني جدلي. فعليا الذكاء الاصطناعي اللي عم ينتجه هو ناتج خلينا نقول قاعده بيانات البشر. يعني اليوم مثلا مثل ويكيبيديا فيها ملايين والاف المنشورات، الانترنت فيها حجوم بيانات كثير هائله. نعم. فبالتالي اللي عم يولده الذكاء الصناعي هو جاي بناء على اساسا شيء البشر كانت عاملينه. يعني مثلا ممكن تكون قصيده لشاعر الذكاء الصناعي ممكن انه يستفاد منها، ممكن انا الذكاء الصناعي يعطيني اشياء اوريدي هي حدا عاملها.
فبالتالي أول خلط صار أنه هل هذا الإنتاج هو إنتاج الذكاء الصنعي؟ هل الملكية الفكرية هي ملكية فكرية للذكاء الصنعي؟ النقطة الثانية أنه اللي بيولد لي الذكاء الصنعي هل هو ملكيته الفكرية عامة؟ يعني بمعنى أنا فضت على الشات جي بي تي لنفترض وطلبت منه مقالة حول موضوع معين، فولد لي مقالة، وهي المقالة مثلا أنا أخذتها واستخدمتها، هل تعود ملكيتها إلي ولا تعود ملكيتها للذكاء الصنعي؟ هلأ هون يعني في شركات، حتى شركة ميتا وفي أكثر من شركة، كل شيء يفترض أنه تم توليده بالذكاء الصنعي ينحط أنه هو تم توليده بالذكاء الصنعي، لأنه هو فعليا مثل ما ذكرت بالبداية أنه هو يعني نتيجة نتاج البشرية، فبالتالي ما فينا نحدد وين المرجعية بالضبط. على الأقل فينا نحدد أنه هو مثلا من إنتاج الذكاء الاصطناعي وما ننسب ملكيته لنا. في أشخاص راحوا باتجاه تاني أنه أنا اليوم حتولد صورة بالذكاء الصنعي، أنا بدي حط الوصف، وهذا الوصف لازم يكون كتير دقيق، فأنا بملك الوصف اللي حطيته للذكاء الصنعي واللي هو على أساسه ولد هالصورة، فهي الصورة هي ملكيتي. هلا مثل ما قلت لكم يعني هذا الموضوع جدلي، ولكن على الأقل يفترض انه الشيء اللي تم توليده بالذكاء الصنعي نحط تاج عليه او نحط ريفرنس انه هذا تم توليده بالذكاء الصنعي، واللي كان من يعني البشر ولده يكون هو كمان يرجع ملكيته للشخص اللي انتج هالشيء. اكيد. يعني من يومين تقريبا قرينا عن بعض المسابقات اللي حاليا عم يتسابق عليها المطورين على بمجال الذكاء الصناعي، ان كان استخدام الصور المولده فيها او غيرها، ولكن في حد دائما عم يتساءل عنه الناس، امتى بيقدر الذكاء الاصطناعي يستغني عن الشخص، عن الانسان؟ هل بيقدر او لا؟ هلا حاليا يعني مثل ما ذكرنا انه الذكاء الفائق هذا الحلم للبشريه، انه نحن فعلا نوصل لمكون او لشيء هو فعلا قادر انه يكون مستقل بحد ذاته. اليوم الاله غير قادره على الاستقلاليه، هي بحاجه، يعني حتى اللي المعلومات اللي بتتولد بالذكاء الصنعي بيقولوا لك انه هي المعلومات هي مثلا بحاجه لمراجعه بشريه. لنفترض انه اليوم مثلا ممكن انا اصابني مرض معين، اجاني اعراض، ممكن فوت على احد مولدات الذكاء الصناعي واساله على الاعراض ويجي لي انه والله انت مرضك ممكن يكون هيك يكون هيك، بس مين بده ياكد لي هاي المعلومه؟ يفترض يكون طبيب عنده خبره هو اللي ياكد لي هاي المعلومه. ففعليا نحن وصلنا باماكن معينه، يعني هلا اليوم نحن حتى بشغلنا مثلا صرنا خلص اخي انا بدل ما اعمل ريفريزنج مثلا فوت على تشات جي بي تي بيعمل لنا ريفريزنج، بس هل هو فعليا قادر انه يستقل عن البشر؟ انا اتخيل لحد الان ما فينا نوصل لهالاستقلاليه، لانه هو يعني الذكاء تبعه خلينا نقول اصم، يعني هو عم يشتغل بناء على خوارزميات معقده، على بيانات، ولكن هو المينينغفول للمعنى لهالاشياء اللي عم يكون فيها هو ما عنده المعنى والإدراك مثل ما الإنسان عنده هالإدراك للأشياء اللي عم يولدها. فهو فعلياً منه شيء حي، منه شيء مدرك، ممكن يوصل ببعض المهارات يتفوق على البشر، ممكن ببعض المهارات، ولكن هل هو ككينونة بشكل كامل قادر على أنه يتفوق على البشر مستقبلاً؟ ممكن، ما بنحسن بعدها تطورات نقول لا، ولكن حاليا انا اتخيل انه او حاليا فعليا الاله غير قادره على الاستقلاليه بحد ذاتها عن الانسان. يعني اليوم استاذ نحن بتطور مرعب، تطور عصر مرعب، ان كان بمجال التكنولوجيا والمعلوماتيه وغيرها من نواحي الحياه، لكن اذا بدنا نحدد اكثر التكنولوجيا، قد ايه بتشوف انه هي ممكن تكون سلاح ذو حدين بوقت واحد، خاصه اليوم بهالحروب الكونيه اللي عم بتصير؟ يعني للاسف اللي يعني الحرب بالمستقبل اللي بيملك التكنولوجيا. يعني اليوم نحن يفترض نحط هاي النقطة ببالنا. اليوم اللي بيملك المعلومة بيملك التكنولوجيا هو الأقوى. فبالتالي الخوف هو استغلال هالتكنولوجيا لفرض الهيمنة، إن كان الفكرية، الثقافية، بالحروب. يعني اليوم التكنولوجيا صارت مستخدمة بالحروب، اليوم عم نشوف الطائرات المسيرة، عم نشوف الصواريخ الذكية، عم نشوف فيفترض هي التكنولوجيا فعلياً مين بيمتلكها، مين هو اللي بيمتلك القوة.
فخطورتها مثل ما تفضلت يعني هي سيف ذو حدين. انا برايي الشخصي الخطوره الفكريه هي يعني خلينا نقول اصعب من الخطوره مثلا نقول الحربيه. يعني اليوم اجيال كامله عم صارت سليف نحن مثل ما بنقول، يعني هي تابعه لهالتطورات. هي التطورات قادره انه تسيطر عليها فكريا بشكل مخيف. فهذا السيطره الفكريه هي اللي انا كثير بخاف منها، وكثير يعني بقول لازم نحن نحاربها بالفكر. يعني الفكر ما بيتحارب الا بالفكر. اليوم ممكن بعض الاشخاص راحوا انه اليوم نحن وصلنا انه فعلا تم زراعه شريحه بدماغ الانسان. طيب هل بالمستقبل ممكن نحن نوصل لانسان فائق؟ وهذا الشيء اللي ممكن يكونوا هن عم يحلموا فيه. يعني انا اذا حطيت شريحه معينه عندها قدره تخزينيه جدا عاليه، عندها، فهل ممكن انا اوصل لانسان فائق قدراته اعلى من قدرات ثانيه؟ هل ممكن انه انا اوصل لسيطر على البشريه باستخدام هدول الشرائح الالكترونيه؟ ممكن. وانا يعني هذا الشيء ممكن على المدى القريب بنقول صعب شوي، بس على المدى البعيد وين رحنا رايحين بهي التطورات؟ يعني خلال هالثلاث سنين فعليا شهد العالم تطورات جدا جدا مخيفه بمجال الذكاء الاصطناعي. اليوم عم يرجعوا لاصوات مثلا توفت، عم يولدوا اغاني بهالاصوات. ففعليا التطور كثير كبير والخطوات كثير سريعه، لازم نواكبها، لازم نكون منتبهين يعني لهالتغيرات. أكيد يعني يمكن دكتور أو أستاذ خليني أحكي كمان عن فكرة كتير مهمة، تقنية الديب فيكينج اللي عم تستخدم حاليا بالذكاء الاصطناعي أصبحت كتير إلى خطورة بالعالم، يعني جزء منها إيجابي إن كانت عم تخفض نفقات إنتاجية ببعض المجالات، ولكن هي بالعموم صارت عم تعمل شخصية كاملة حقيقية ولكن هي غير حقيقية. قد في خطورة لازم اليوم حتى العالم بلش نفسه يوعى على خطورة هي الميزات؟ يعني هي الفكرة، هي الفكرة فكرة الضوابط. يعني الدول الكبرى اجتمعت على انه لازم يكون في ضوابط. ان كنا عم نحكي على مولدات الكلمات مثل تشات جي بي تي، افكار الديب فيكينج، ان كان بالتقليد بالصوت، ان كان بالصوره، ان كان اليوم فيديوهات كامله عم تطلع باسماء واشياء. فيفترض يكون في ضوابط عالميه تحط هي الضوابط، يعني خليني اقول تحط اطار لهي العمليات، واي حدا بخالف هذا الاطار يعتبر هو مجرم. لانه اليوم ببساطه صار فينا نقلد شخصيات ان كان بالصوت وان كان حتى بالصوره. اليوم يعني من الاخبار الجديده انه انا فيني صار في برامج بتحطي الصوره بتولد لك نصوص فيديو كامل وعم تحكي. فبالتالي قديش خطيره اليوم مثلا ان كنا عم نحكي على مستوى مجتمعي، اليوم يبعثوا لي فيديو لشخص انا بعرفه مثلا وقاعد عم يحكي حكي مثلا ما هو حاكيه فرضا، او ان كنا عم نحكي على المستوى العالمي. الحل هو وضع ضوابط. هي الضوابط هي تحد من خلينا نقول التطور السلبي لهالامكانيات. اكيد استاذنا نتشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، واكيد بنتمنى اليوم نعرف نستخدم التكنولوجيا سواء على المستوى المحلي ايضا وعلى المستوى العالمي بطريقه صح وما تاذي البشريه. صحيح. شكرا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم.